السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم شباب في قناة سبايدر جيمر. حلقتنا اليوم شباب راح تكون عن 10 أشياء انحذفت بكلاش رويال. هاي الأشياء انحذفت من زمان تقريبا، في منها من سنة وفي منها انحذفت وقت كانت الأول إصدار على الآيفون، وفي منها مثلا من شهر أو شهرين. يعني بعض هاي الأشياء بتعرفوها وبعض ما بتعرفوها، يعني بعضكم بيعرف هاي الأشياء وبعضكم ما بيعرفها. لهيك اللي ما بتعرفوها حطوا ليها بتحت بالتعليقات. وقبل ما نبدأ بالأشياء بس اشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك وفعل التنبيهات ليوصلك كل شيء جديد، وحط لايك الفيديو الشغلة ما بتاخذ منها غير 5 ثواني. وبس بدي أكد على شغلة وهي الإشعارات، إذا حابب توصلك كل المقاطع اللي عم نزلها فعل زر الإشعارات لأن رح تستفيد من المقاطع. وبس هلا خليكم مع المقطع. وأول شغلة يا شباب وهي بطولة ال 250 ألف مجوهرة أو صندوق ال 15 ألف بطاقة. كان أقوى صندوق باللعبة بتاخد 15 ألف بطاقة، 500 بطاقة ايبك و 300 بطاقة رير وشي 10 اسطوري. وغير البطاقات العادية، يعني اذا بتربح صندوقين تقريبا بتبكس بطاقاتك، وفي 100,000 جولد مجانا، والصندوق كان بده 15 يوم لحتى يفتح او 12 يوم ليفتح. هاي الشغلة لو انه شركة سوبر سيل ما حسفتها لكانت كلاش رويال فيها تفاعل اكثر من هلا، لان كل ما له بينقص التفاعل. بس للاسف سوبر سيل ما بدها تعطي شيء ببلاش، يعني بدها اياك تشحن وتشتري بطاقات وتشتري الصناديق لحتى تربح البطاقات يعني جديدة وتشتري الجولد. وتاني شغلة يا شباب هي كلاش رويال بالعرض. كنا بنتمنى تصير كلاش رويال بالعرض، بس اغلبكم ما بيعرف انها كانت من قبل هيك، بس ما كانت وقت الهجوم، فقط وقت اعادة عرض الهجوم. فيك تشوف اعادة عرض الهجوم بالعرض، وهذا الشيء كان على الايفون على ما اظن، ما كان على اندرويد. هن جربوه على الايفون وما عجبهم وما ضافوه على الاندرويد ولغوا هاي الشغله. بس انا شايفها شغله كتير حلوه انك تشوف الاعاده بالعرض، ويا ريت يرجعوا يضيفوها لانه مثل ما قلت لكم فعلا شغله كتير حلوه. وثالث شغلة وهي الهجوم كان بجولد، كان على كل هجوم تدفع 6 جولد، وكمان هذا الشيء كان على الايفون بعدين لغوه وما ضافوه على الاندرويد. هاي الشغلة مو حلوة والحمد لله انه ما ضافوها، لان هلا بتهجم بدون ما تدفع وبس تفوز بيعطوك جولد. وهون الشركة سوت شيء حلو انه لغت هاي الشغلة. ورابع شغلة يا شباب وهي المتجر. الصناديق من قبل كانت فضي وذهبي وسحري، لان ما كان في صندوق سحري خارق او عملاق او اسطوري او ايبك. هلا العملاق والسحري الخارق مو متاكد منهم، يعني ما بعرف اذا كانوا من قبل ام لا، بس اذا ما كانوا يعني اقوى صندوق كان صندوق السحري بعد صندوق البطولة. وممكن بعضكم ما بيعرف هاي الشغلة، وكمان كانت على الايفون ما كانت على الاندرويد، وما بعرف يعني كمان ممكن تكون على الاندرويد اول ما نزلت. فعلا يعني شغلة يعني انه مثلا تروح لتشتري صندوق فضي او صندوق ذهبي، يعني انت عم تهجم وتاخذ كل يوم 10 صناديق فضية وبدك تروح تشتري صندوق فضي. ما بعتقد في حدا اشترى صندوق فضي واحد او صندوق ذهبي، لكن ممكن حدا كان يشتري صندوق سحري لانه مثل ما قلت لكم ممكن يكون اقوى صندوق باللعبة من قبل. وهلا يعني عادي الصندوق السحري مثله مثل الصندوق الذهبي، يعني قليل كثير يطلع فيه بطاقة اسطورية. وخامس شغلة وهي لون الاسم. من قبل كان فيك تحط لون لاسمك مثلا احمر او اصفر، هاي الشغلة كانت على الاندرويد بس لغوها للاسف. كانت شغلة كتير حلوة الواحد يختار لون لاسمه، بس ليش لغوها ما بعرف. كنت تحط اسمك وعلى اليمين رموز وعلى اليسار رموز، وبس تغير الاسم. يعني كل واحد كان وقت نزلت خاصية تغيير الاسم او من اول اللعبة كان في خاصية تغيير الاسم، وقت تغير اسمك تغيره بتحط رموز على اليسار ورموز على اليمين، وبعدها بصير في لون للاسم. بس بعدين الشركة لغت هاي الشغلة. وسادس شيء هو التي في رويال. ما بعرف اذا بتتذكروا كيف كان التي في رويال من قبل، كان على اليمين جنب الكلان وكان شكله احلى من هلا، بس الشركه ضافت البطولات وحطت البطولات بدال التي في رويال. التي في رويال من قبل كان عليه مشاهدات اكثر، بس حاليا العالم ما عاد شافت التي في رويال كثير، حتى التفاعل قلب اللعبه. وما بعرف يعني ممكن انه غيروا شكله لهيك قل انه المشاهدات بالتي في رويال، او ممكن العالم ما عاد شافت التي في رويال. بس انا بنصحكم تشوفوا التي في رويال لانه رح يفيدكم كثير، رح تستفادوا من التشكيلات ومن هجومات العالم، لانه فعلا بيعرضوا لكم مباريات حماسيه كثير ورح تتعلموا الهجوم وتحترفوا اكثر. وسابع شيء خلينا نحكي عن التحديثات اللي صارت ب 2016. اول شيء مثل ما قلت لكم لغوا الهجوم ب 6 جولد، وبعدين ضافوا القدره على مشاهده رفيقك هو عم يهجم. من قبل ما كان فيك تشوف رفيقك هو عم يهجم بالفيس او بالكلان،
اضافوا المعارك الودية مع الاصدقاء، بعتقد انك تلعب مع اصدقائك على الفيس بالكلان كانت الشغلة انه فيك تلعب مع اصدقائك على الفيس، ما كانت هاي الشغلة بعدين ضافوها، وكان في ثغرة ولغوها وهي اذا كنت عم تهجم ورفيقك كان حدك بفوت بيشوفك انت عم تهجم وبيحسن يشوف اكسير الخصم، وعلى ما اظن كان فينه يشوف البطاقات تبع الخصم، يعني هاي الثغرة بتعرف اكسير الخصم وبتعرف بطاقات الخصم وشو راح يلعب، وهاي الشغلة لغوها. واخر شغلة ضافوا التحديات الخاصة وصار فيك تلعب مع اصدقائك بالكلان، بس هاي التحديثات من 6 شهور او اكتر او اقل. ثامن شغلة وما صار لها زمان وهي برج الملك، كان فيك تزينه بالاحمر وضافوا اي الشغلة للايفون مشان وقتها مرض الايدز، وقتها فيك تتبرع ب$5 وتزين البرج تبعك، وما ضافوها للاندرويد، وهي الشغلة حلوة وبعتقد تنزل مرة تانية بالتحديثات القادمة لان شغلة كتير حلوة، كل واحد بيزين البرج تبعه او بلونه. وتاسع شيء وهو شكل البروفايل، كان البروفايل من قبل شكله مو كتير حلو، كانت بطاقات صف واحد وما كان فيك تنسخ التشكيلة، بس بعدين الشركة غيرت شكله للأحلى وصار فيك تنسخ التشكيلة والبطاقات صارت على صفين، يعني 4 بطاقات ب4 بطاقات، وأكيد الشركة بدها تحسن من اللعبة وتحسن البروفايل، ومثل ما قلت لكم نقلت التي في، يعني بدي يصير تغييرات بكل اللعبة، على ما أظن حاليا ما رح يصير تغييرات مثل يعني مثل قبل طالما حدثوها للأفضل. واخر شيء هو اعدادات البطوله، قبل كانت البطولات غير، مثل ما قلت لكم كان في بطولات 15000 بطاقه، حتى الاعدادات كانت غير، كان فيك تحدد موقع البطوله مثلا بتحدد العراق وبس اللي قاعد بالعراق بيدخل على البطوله، وكان فيك تحدد وقت بدء البطوله ووقت اللعب بالبطوله، عن جد يا شباب البطولات كانت حلوه، بس الشركه ليش هيك سوت ما بعرف، يعني قطعت على البطولات، يعني مثل شايفين هلا بطوله 2000 كارت وصعب لحتى تدخل عليها، من قبل كان فيك تدخل على البطولات تطلع لك فورا وتدخل على بطولات مفتوحة وتلعب بطولات وممكن أحيانا تربح بطولة 15000 بطاقة، وعن جد كانت البطولات من قبل أحلى، بس الشركة لغت هاي الشغلة حتى يعني أنه ممكن ما عاد حدا شحن مجوهرات مشان هيك غيرت هاي الشغلة، حتى في شغلة ما بتعرفوها وهي البطولات كانوا يبيعوها المراكز الأولى الأول 3 أو أول 10، يعني أول واحد مثلا بيدفع $100 لحتى ياخد الصندوق تبع 15000 بطاقة وبيفتحه، والتاني يعني كل مركز له مبلغ، يعني صاروا اللي بيبيعوا البطولات بيع. وهيك شباب بنكون خلصنا الأفكار ووصلنا نهاية حلقتنا، بس بتمنى منكم تشاركوا المقطع مع أصدقائكم وتنشروا هاشتاج توصيل سبايدر 50000 مشترك، ولا تنسوا تفعلوا التنبيهات حتى يوصلكم المقاطع اللي عم ننزلها. وبس لهون منكم وصلنا لنهاية حلقتنا، اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، كان معكم سبايدر من قناة سبايدر جيمر، والسلام عليكم.